صباح النور، أهلا وسهلا بكم على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. ما بعد أحداث ديربي العاصمة، نهار لحد البارح جلسة كان أشرف عليها وزير الشباب والرياضة وممثلين عن وزارة الداخلية والجامعة التونسية لكرة القدم، تم فيها معاينة الخسائر المادية واللوجستية بفضاء ملعب رادس اللي قدرت بحوالي 100,000 دينار بالإضافة لإصابات في صفوف الأمنيين والجماهير. تم التطرق في الجلسة هذه لمجموعة من المقترحات والإجراءات، أهمها برمجة جلسة مع وزارة العدل لمراجعة بعض القوانين مع دعوة لتطبيق الأحكام القضائية بكل صرامة، التجديد على تطبيق القانون ومعاقبة المخالفين والمتسببين في أحداث الشغب، تكوين لجنة وطنية لمكافحة العنف تشمل الإعلاميين، والتركيز بالتأكيد مش يكون على الجانب التحسيسي، مع ضرورة اتخاذ الجامعة والرابطة لكل الأجراءات والقرارات لتحسين أو لحسن استكمال الموسم. بالتوازي مع جلسة الوزارة كان فما أيضا بلاغ من الهيئة المديرة للنادي الإفريقي اللي جات فيه مجموعة من النقاط، أهمها رفضها لكل مظاهر العنف، أيضا وجوب تطبيق القانون على الجميع دون تمييز، وتعيين لجنة الدفاع لاتخاذ الإجراءات القانونية للدفاع عن الموقوفين، وأيضا كل ما شملته بعض الظروف الصعبة من المتضررين بالنسبة للنادي الإفريقي. في الإفريقي دائما لكن على مستوى إداري، تم تأجيل الجلسة الانتخابية نظرا لغياب الترشحات، الجلسة كانت معينة يوم 7 جوان. ديما مع أحداث ديربي العاصمة على الميدان، ورقة المباراة اللي جا فيها شماريخ مقذوفات، إصابة مدرب مساعد الترجي الرياضي التونسي، الاحتراز الفني أيضا اللي قدمه الترجي على أساس توقف المقابلة تجاوز الوقت المسموح به، ورقة المقابلة ما تمش فيها تدوين الورقة الصفراء لغيلان شعليلي، بتبع مش مشكل كبير لأنه فما مراقبة متاع الحكم، ومراقب الحكم بالتأكيد باش يتم الرجوع لما دونه. الترتيب في البطولة التونسية هام جدا لتأمين المشاركات الإفريقية سواء بالنسبة للتشامبيونز ليج وإلا لمسابقة الكاف، توضحت بعض المعالم بتبيعة بالنسبة للترتيب لمسابقات 2024-2025. الكاف تقول أنه الأولاني والثاني باش يلعب رابطة أبطال إفريقيا، الثالث يلعب الكاف، والمرتبة الرابعة بما أنه فما أربع أندية توينسة بيشاركوا في المسابقات، الرابع هو الحاصل على كأس تونس. من بين النقاط أيضا الهامة اللي جات في قرارات الكاف، إلغاء الدور الثمن النهائي مكرر اللي كانت تستفيد منه الأندية اللي تطيح في تشامبيونز ليج تمشي تلعب مسابقة الكاف، هذا تم إلغاءه، يعني إذا كانت تخرج تنسحب من مسابقة رابطة الأبطال ما عادش عندك هالفرصة هذية وأنه باش تلعب في مسابقة الكاف. بتبع برشا بلدين استفادت ودول من أنه أربعة أندية يشاركوا فيها، فما بالتأكيد مصر، الجزائر، المغرب، جنوب أفريقيا، لي كروند ناسيون بالتأكيد في الفوت ما همش شوية، فما تقريبا 10-12 بلاد عندها إمكانية أنه أربعة أندية يلعبوا المسابقات الإفريقية. وإفريقيا المنتخب الوطني التونسي يبحث عن مكان في التصفية الإفريقية يخليه يكون موجود بطبيعة في المونديال، مونديال 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وغدوة يلعب مقابلة هامة في إطار الجولة الثالثة ضد منتخب غينيا الاستوائية 8 متاع الليل في ملعب رادس. آخر الأخبار اللي تهم الملاعبية وأنه صيف الجزيري كان تعرض لإصابة عضلية مش ممكن أنه يكمل في التحضيرات متاع المنتخب سواء الماتش هذا ولا الماتش الجاي متاع 9 جوان، ذلك علاش تم تعويضه بهيثم جويني. اليوم منتظرة ندوة صحفية للإطار الفني بعد الحصة التدريبية. في جدول مباريات تصفية المونديال، مجموعة من المقابلات تتواصل 5-6-7-8 حتى تخلط علينا الجولة الرابعة يوم 9 جوان، من أهم مقابلات مصر تلعب ضد بوركينا فاسو، المنتخب المغربي اللي عنده مواجهات ضد زامبيا ثم الكونغو، آخر الملاعبية الواصلين للتربص هو إبراهيم دياز، ونعرف أنه اللاعب هذا بطبيعة موجود مع فريق ريال مدريد في الاحتفالات الأخرانية باللقب الأوروبي، رغم أنه دياز برشا ناس رأت أنه ممكن شوية ظلم لعب بالتصفيات وبعد ما كانش موجود في الفينال، مهم أنه موجود بطبيعة في فريق كبير كما ريال مدريد. ساديو ماني أيضا سيغيب عن المشاركة للجولة الثالثة، منتخب الكونغو وموريتانيا هم منافسين السنغال، والاتحاد السنغالي على الهذي وأنه ساديو ماني يعاني من إصابة عضلية. شقات في المنتخبات، الجزائر باش تلعب ضد منتخب غينيا.
رولان جاروس الدور الربع النهائي وأنس جابر اليوم على موعد تاريخي. موعد تاريخي لأنه لأول مرة إذا كان باش توصل لدور النصف النهائي هذا يصير. نعرفوا أنه أهم نتيجة عملتها في رولان جاروس مش في ليجون هذيك اللي نعرفوها الأولانية في 2011، إنما في المقابلات الأخرانية والمواجهات الأخرانية. أحسن حاجة عملتها هي الوصول للدور الربع النهائي. فرصة اليوم تلعب في الكور سنترال 10 متاع الصباح، لكن ضد منافسة قوية الأمريكية رقم 3 في العالم كوكو غوف. المقابلة مش باش تكون سهلة، لعبوا مع بعضهم قداش 6-7 مواجهات، كانت ديما المنافسة كبيرة وأكثر تفوق كان للأمريكية كوكو غوف. من أهم مقابلات الدور الربع النهائي رقم 1 في العالم إيغا شفيونتيك تلعب ضد فوندروسوفا، سابالينكا ضد أندريفا. امبارح كان ترشح صعب لنوفاك جوكوفيتش، ترشح صعيب رغم الإصابة تمكن من أنه يطلع للدور الربع النهائي، لكن مازال مشكوك أنه يكمل وإلا لا باش يلعب ضد كاسبر رود النرويجي كاسبر رود، لأنه الإصابة نتاعو ممكن تمنعه أنه يكمل. المنتخبات في أوروبا وأيضا في أمريكا الجنوبية تحضر لزوز أحداث كبار، لأنه صيف ساخن لورو وأيضا الكوبا أمريكا بيناتهم جمعة، لورو 14 جوان والكوبا أمريكا 21 جوان، زوز أسامي الكبار نستناهم كريستيانو أيضا ميسي باش يكونوا موجودين. وبداوا التحضيرات خاصة ميسي مع منتخب بلاده، والبارح بدات الاستعدادات في أوروبا. أما المنتخب الألماني اللي يستضيف الحدث هذايا كان تعادل مع أوكرانيا، نوير سجل العودة نتاعو، غياب بعض الأسماء كيما كروس بتبيع باش يجي في ساعات قادمه يلتحق بالمنتخب الالماني. والمدرب ناجلسمان كان اختار قائد الفريق ما هوش نوير ما هوش كروس انما هو غواندوغان. انجلترا البارح فازت على البوسنه 3-0، اخر الاهداف سجلها هاري كين. ونستناو اليوم مقابلات البرتغال فنلندا ايطاليا ضد تركيا، فرنسا تلعب ضد لوكسمبورغ، واسبانيا تلعب ضد اندورا. أخيرا الإعلان رسميا على صفقة كيليان مبابي مع فريق ريال مدريد لمدة 5 سنوات كاملة، بعد ما كان شر اللاعب رسالة لجمهور ريال مدريد قال فيها: الحلم أصبح حقيقة، سعيد وفخور بأن أكون جزءا من نادي أحلامي. صفقة نعرفوا أنه تأخرت 7 سنوات كاملة من اللي كان في فريق موناكو من 2017، حب يجيب اللاعب هذا هو باش يلبس في فريق ريال مدريد رقم 9 اللي نعرفه هو رقم تاريخي أيضا لمواطنه كريم بنزيما. ليدول شكون نتاع مبابي؟ هو كريستيانو رونالدو. تعرفوا الناس كل اكيد شفتوا تصويره ملي هو صغير، تصويرته مع كريستيانو رونالدو، بيتو كامله كلها تصاور كريستيانو، الصوره الشهيره هذه اللي نذكروها. البارح كريستيانو صرح قال: حان دوري الان لمتابعه مبابي لمشاهدته يضيء في البرنابيو. هكا وصلت معكم لختام موعد هذين، نتقابلوا ان شاء الله في موعد قادم. اجمل تحياتي نجوى طالبي. تسمعوا